ضمن الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان، أقيم في المركز المجتمعي المسكوني التابع لكنيسة الراعي الصالح الإنجيلية اللوثرية في أم السماق الشمالي بعمان، حفل إشهار كتاباً للدكتور محمد وهيب بعنوان الوئام الإسلامي المسيحي في ظل وحدة المكان، حيث يركز الكتاب في فصوله على نهج الوئام القائم في الأردن منذ عصور التاريخ السالفة، حتى غذى هذا البلد أنموذجاً يحتذى لجهوده الكبيرة في تمتين أواصر العلاقة بين كافة الشرائح الاجتماعية على أرضه. شهد الحفل راعي الكنيسة القس سامر عازر، إضافة إلى عدد من المسؤولين والباحثين ورجال الدين، كما دار حوار معمق شارك به كل من السادة ميشيل حمارنة وطه الهباهبة والدكتور جلال فخوري، حيث أثنى المتحدثون على جهود الباحث في إنجاز كتابه القيم. كتاب الوئام الإسلامي المسيحي في ذاكرة المكان والمملكة الأردنية الهاشمية أنموذجاً، وهي فعلاً أنموذجاً لأن هذا الكتاب يتحدث عن جهود الأردن المملكة الأردنية الهاشمية في تمتين أواصر العلاقة بين كافة الشرائح الاجتماعية. ثم عندما بدأنا هنا في الأردن نقوم بأعمال التنقيبات الأثرية في العديد من المواقع في شتى المحافظات، لنجد أن هنالك العديد من الكنائس التي بنيت في العصر الأموي وفي العصر العباسي، وكشفنا حوالي عن 10 كنائس بنيت في هذا التاريخ، وبالتالي لدينا الكثير والعديد من النماذج تشير إلى الوئام التاريخي الحقيقي الذي نمارسه على أرض الواقع. الأردن تطبق الوئام ولا تدعي الوئام، بل هو حقيقة، ونحن نفتخر دائما بجلالة الملك الذي يقودنا في هذا النهج، نهج الوئام مع العالم أجمع وليس مع فئة واحدة معينة. وهذا اليوم سيكون يوم تاريخي إن شاء الله بنقاش هذا الكتاب، سيكون لنا منهاجا ويكون لنا قائدا إن شاء الله، يكون لنا موجها ومرشدا نحو مزيد من حركات ومن فعاليات الوئام المشترك. هذا الكتاب صحيح مما يلفت النظر في أنه ذهب إلى حيثيات وجود الكنائس في عمان والأردن بشكل عام، وهذه الكنائس بعضها تاريخي يعود إلى زمن الأمويين وبنيت في فترة الأمويين وكذلك إلى فترة الحكم العباسي، كما قام رجال الحكم في الأردن وخاصة الهاشميين في القرن العشرين إلى تبني فكرة ترميم بعض الكنائس التي أهملت في التاريخ لسبب الخراب الذي نالها، فأعادوا ترميمها. ولدائرة الآثار الأردنية من الكتاب نعلم ذلك أثر واضح في الاهتمام بالكنائس على شكل أنها جزء لا يتجزأ من تاريخ البلاد وآثارها. وما لفت أنظاري أن الأردن من خلال هذا الكتاب وكتب أخرى طبعاً تتحدث عن الآثار، أن الأردن غني بالتراثات وبالكنائس الكثيرة التي علينا أن ننقب عليها، خصوصاً من العصر البيزنطي إلى العصر الحديث، وهي شاهدة على تاريخ هذا البلد وعلى تاريخ عمان والأراضي الفسيفسية الكثيرة، وكيف أن حتى كنائس هنا في منطقة خلدة وأم السماء والجويس موجودة بحاجة إلى ترميم لتبقى شاهدة عبر الزمان على أن هذه البلاد هي عبر العصور وحتى العصور الإسلامية شاهدة في وحدة المكان على العيش الإسلامي المسيحي. ننطلق في أولى هذه المحاضرات نطلب بركة الرب، وإن شاء الله سنسير معا يدا بيد إسلاميا مسيحيا من أجل أن نعزز الوحدة معا لنبني الوطن مسلمين ومسيحيين خاضعين وعابدين لله الأوحد متعاونين من أجل الإنسان أيا كان هذا الإنسان. نحن أمام استحقاق دستوري، نحن أمام استحقاق قانوني، كلنا علينا واجبات وكلنا علينا حقوق، ولا يفرق بيننا الأديان، والأديان عامل مساعد في البناء، وكل عام وأنتم بخير.